اوكي، بدنا نبدا في كورس جديد اللي هو الفيتشر انجينيرينج. طبعا احنا خلصنا الانترودكشن للماشين ليرنينج والانترميديت ماشين ليرنينج، تمام، وشفنا اساليب كتيره للتعامل مع البيانات من ناحيه البري بروسيسنج، الهاندل للميسنج، والتعامل مع الكاتيجوريكال داتا. هذا من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه اخذنا الجوريثمز ادفانسد للانسمبل ميثود، واشهرها كانت الراندوم فورست والاكس جي بوستنج، هذول التنتين. وبرضه حكينا على موضوع الهايبر باراميتر تونينج والكروس فاليديشن، انه احنا لما تكون الداتا ست تبعت صغيره بدي اروح باتجاه الكروس فاليديشن. وكذلك حكينا على الجريد سيرش، انه انا بستخدمه اثنين في واحد، انه منه بعمل كروس فاليديشن ومنه بعمل باراميتر هايبر باراميتر تونينج. الان في الفيتشر انجينيرينج بدنا نشوف، يعني انا عندي كيف بدي اتعامل مع، اشوف كيف اطلع فيتشرز جديده موجوده انا عندي من البيانات، او كيف طرق جديده اتعامل مع الكاتيجوريكال انكودينج، او انه انا اطلع فيتشرز اضافيه من خلال عمليات حسابيه، تمام، او كيف ممكن اعمل سلكشن للفيتشرز. يعني على سبيل المثال انا عندي الهاوس برايس داتا سيت فيها 81 فيتشرز، الفيتشرز اللي مش مفيده بدنا نعملها دروب. كيف بدي اعرف انه هي مش مفيده؟ في انا عندي طرق في اسمها فيتشر سلكشن. خلينا نبدا من البدايه. طيب في البدايه بدنا نتعامل مع داتا سيت اسمها، هاي اسمها كيك ستارتر بروجكتس. هذه عبارة عن مجموعة من البروجكتس، تمام، وفيها مجموعة من الأعمدة زي هيك. أنا عندي هذا الـ ID، هذا اسم البروجكت، الكاتيجوري تبعته، تمام، هذا المين كاتيجوري والكرنسي والديدلاين لتسليم البروجكت، تمام، والجول قديش أنا عندي البادجت تبعت البروجكت، او قديش انا ححصل من ورا هذا البروجكت، تمام. وعندي ايش كمان؟ انه متى بدا هذا البروجكت، تمام. هذا الاتريبيوت انا مش عارف، هذا الاتريبيوت انه هل هو سكسيدد ولا فيلد، تمام. هذا للكانتري، وهذا انه يو اس دي جول ريال، غير عن الجول اللي محطوط انا عندي في الاول، تمام. طبعا انا في عندي عمودين هنا متعلقين بالديت، اللي هو الديدلاين واللانشت. اللانشت هذا الديدلاين، اللانشت هاي، تمام. هذول الاثنين فيهم ديتس. لاحظ انه هذا الديدلاين انا عندي عبارة عن تاريخ بدون وقت، وهذا عبارة عن تاريخ مع وقت، ساعة يعني، ساعة ودقائق و تايم ستامب بالضبط. فبالتالي هنا بروح بحط له باراميتر انه بارس ديت لهدول التو كولمز بهذا الشكل، تمام. طيب الان انه كالديتا فريم هذا، انه بدل ما يتعامل معاه كسترينج زي هيك، لا، بصير بيتعامل معاه انه كديت تقدر تجري عليه عمليات الديت. طبعا الستيت كولوم بيوضح لي انه هل هو سكسيدد ولا لا. فانا عندي الستيت، انا عندي 3 او 4 5 هيهم، فيلد، كانسلد، سكسسفول، لايف لسه شغال، undefined في مشروع بس مش معرف وقتيش حيبدا وقتيش حينتهي، suspended هذا المشروع انه بدا ولكن انه تم تعليقه، تمام. فعندي هدول الكاتيجوريز. فالان بحكي لي بدي احدد التارجت تبع المشروع تبعي، فبالتالي هنا بدي اركز على الستيت، تمام، وبدي اركز على انه اعمل دروب للبروجكتس ذات ار لايف. ليش؟ السبب في ذلك انه
المشاريع هذه مش معروف انه هل هي حتكون ناجحه مش ناجحه، هل حتكون سسبندد لا، فبالتالي انه بعمل دروب للسجلات اللي بتكون لايف تمام، وبدي اعمل اعد انه سكسسفول، انه احط انه الاوتكم بتساوي واحد واذروايز بدها تكون انه زيرو. فبالتالي كيف ممكن ان احنا نعمل دروب لللايف بروجكتس؟ فبروح بعمل انه كي اس كيك ستارترز، هذا عباره عن داتا فريم بتساوي كي اس دوت كويري، بقول له انه الستيت لا تساوي لايف، معنى ذلك انه جيب لي كل السجلات اللي الستيت لا تساوي لايف، وكانه عملت دروب للسجلات اللي فيها اللايف بروجكت. تمام. الان طريقه ثانيه لاضافه عمود اللي هو الداتا فريم دوت اساين، ضفنا عمود جديد ايش اسمه؟ outcome، بقول له الفاليو تبعته لما تكون الستيت بتساوي successful هذه حتكون واحد، غير هيك حتكون zero as type integer بهذا الشكل. تمام. بعديها الخطوه الثالثه انه بدي اعمل convert للتايم ستامب، ks dot assign، حعمل عمود للhour والday والmonth واليير. هذه الشغلة كتير مهمة جدا، بدل ما انت تتعامل مع تايم انت عندك في اللانشت هنا كتايم ستامب، فبتروح تتعامل معاه ككل واحد عمود منفصل. فانت مثلا بتشوف البروجكتس مثلا انه حسب الشهر او حسب الايام اللي في الشهر او حسب السنوات. فبالتالي انت رحت عملت اربع اعمدة جديدة، عمود الاورز بتروح تعمل بارس للاورز، تعمل اكستراكت للاورز فيلد من اللانشت. تمام. وهنا نفس الشيء بالنسبه للدي والمنت والير. فبالتالي هنا يعني اللي سويناه لغايه الان انه احنا عملنا فلتر على مستوى السجلات، ضفنا عمود جديد اللي هو الاوتكم 0 1 باينري، وضفنا اربع اعمده جديده بالنسبه للدي والتايم. كل الداتا سيت اللي فيها ديت وتايم يفضل ان انت تتعامل معها بنفس نفس الكيفيه، سواء كنت تتعامل مع فلايتس، سواء كنت تتعامل مع بوكينج، سواء كنت تتعامل مع فيزيتس لميوزيوم، اي شغله فيها ديت بدك تتعامل معها بهذا الشكل. هذا نفس الشيء كمان، بس حتى لو بنعمل فيجواليزيشن، لما يكون معنا التاريخ مثلا يوم يوم، وحنعمل فيجواليزيشن لكل شهر مثلا، هذا الشيء برضه هو بشكل صح؟ بالضبط. بالضبط، لو انت بدك تعمل مثلا انه حسب المنث بتكون زي هيك. كذلك الترانزاكشنز في الكريدت كارد ممكن برضو انه فيها تايم ستامب لكل ترانزاكشن، برضو يعني انه ممكن انه يساعدك انه انت تفصل كل واحدة كعمود بهذا الشكل. تمام. اجيت انا عندي الكاتيجوريكال فاريبلز، انا عندي ايش هما؟ ثلاثة فاريبلز اللي هو الكاتيجوري والكرنسي والكونتري. تمام. قال لك انا هحولهم من انتجرز، احولهم لانتجرز بحيث انه انا اقدر اتعامل معهم مع في الموديل تبعي. فبالتالي حيستخدم الليبل انكودر زي ما تعودنا، هيعرف الكاتيجوريكال فيتشر وعرف الليبل انكودر. فبالتالي هنا عرف داتا فريم اسمه انكودد بتساوي كي اس الكاتيجوريكال كولومز apply وفت transform الاثنين سوا. تمام. وبعدين حيجمع هدول كل الاعمده مع بعض، فهنا الداتا بتساوي الكي اس، حط الجول والاورز والدي والمنث والاوتكم، عملهم جوين مع الانكودد فيتشرز اللي هم الثلاثه هدول، عملهم في واحده. الآن بخصوص الترين والفاليديشن والسبلت، وهذه شغلة كتير مهمة جدا، إنه هنا بدي أحدد إنه راح يكون في أنا عندي 80% من البيانات ترين، و10% حيستخدمها للفاليديشن، و10% للتست. تمام. الآن التعامل مع البيانات بهذه الطريقة إنه فيها إشكالية.
انه ممكن يكون في عندي هنا اوكي ممكن يكون انا في عندي هنا سورت. لما يكون في عندي هنا تايم سيريز يفضل انه نعمل سورت، خليها لما يجي وقتها. اوكي الان هنا راح اعمل انه الفاليديشن سايز او الفاليديشن فراكشن 10%، فهنا راح حول انه هذه الفراكشن كاندكس انا عندي بالنسبه للسايز تبع الداتا سيت قديش بتكون الاندكس هذا، وهنا راح اعمل سلايسنج للبيانات كترين وكفاليد وكتست. تمام. الان التريننج هنا هنستخدم في هذا الكورس موديل اسمه لايت جي ام بي، جي بي ام، لايت جي بي ام. تمام. هو عباره عن تري بيست موديل، مقارنه بالاكس جي بوست بيعطيني بيرفورمانس افضل، فبالتالي هنا امبورت لايت جي بي ام از ال بي ال جي بي. حددت هنا الفيتشرز تبعتي انه كل الفيتشرز ما عدا الواي. تمام. والديتا تبعت الترين هنا طريقه استخدامه يعني مختلفه، بروح بعمل ال جي بي داتا سيت بديله التريننج فيتشرز اللي هو الاكس وهنا الواي. تمام. وهنا نفس الاشي انه الدي فاليد اديته الفاليد والواي تبع الفاليد. وهنا البارامترز حددت انه عدد الليفز 24 والاوبجكت والاوبجكتيف باينري والمتريكس اكيوريسي والنمبر اوف راوندز 1000، معنى ذلك انه هو عباره عن اتيريتيف موديل زي كل الانسمبل ميثودز انه هي بتضلها بتشتغل بشكل اتيريتيف. فهنا بعمل ترين البارامترز الدي تريننج داتا عدد الراوندز والفاليديشن سيتس. تمام. والايرلي ستوبنج راوندز 10، وحكينا انه اذا ما فيش تحسين على السكور لغايه 10 ستيبس، اخر 10 ستيبس لو ما فيش امبروفمنت خلص بقرر يعمل ستوب، ما فيش داعي انه هو يكمل لل 1000. تمام. والفيربوز حكينا انه هي فولس، مش حيطلع لي رسائل تفصيليه، ممكن تحطها ترو عشان تشوف ايش بصير. فالان بدنا نعمل نحسب المتريكس تبعتي، فبالتالي هنا بجيب البريدكشنز الواي بريد والسكور، بروح بحسب اكيورسي سكور، لانه الاكيورسي سكور انه هنا بيعتمد على الاوتكم، والاوتكم حكينا انه البروجكت هذا حيكون سكسسفول ولا لا، 0 1 هذا الفيتشر احنا بديناه يعني ضفناه اضافه، فبالتالي طلع انا معايا الموديل انا عندي 74000. اوكي. ف ممكن نحل الاكسرسايز مع بعض. خلينا اشوف الاكسرسايز هذا. هاي السيت اب. طيب هذه الداتا جايه من كومبيتيشن اسمها توكينج داتا اد تراكينج كومبيتيشن. الفكره في الموضوع بدي اشوف الترافيك انا عندي اللي بيعتبر فراود. عارفين الترافيك هذا ايش النوع تبعه؟ انا على سبيل المثال في عندي ويب سايت حاطط فيه دعايات. تمام. وعشان انه يعني احصل فلوس من الدعايات هذه، بروح بقول انه على سبيل المثال انه اللي مش حيدخل على الويب سايت تبعي وراح يضغط على الاعلانات كلهم
مش هحط له علامه مثلا او شغله زي هيك يعني. فبالتالي هذه عباره عن ترانزاكشن فراوس، لانه انتم كلكم حتدخلوا في نفس الوقت تمام من نفس المصدر، وحتحاولوا تضغطوا على كل الروابط الاعلانات تمام، عشان كل ضغطه حتحط دولار عندي. فبالتالي هذه عباره عن فراود كليكس. وفي اوتوميتد مودلز موجوده عندك في جوجل وفي كل الشركات تبعت الاعلانات، انه الموديل هذا بيرحمش. لو انت يعني عندك تطبيق على المتجر او عندك ويب سايت وهو راح صنفك انه انت الترافيك تبعك فراود، فخلاص بيعمل لك كلوز داون للاكونت تبعك وبعوض الله على الفلوس خلاص تمام. حتى لو كان هذه الشغلة يعني انه شك شوية انه في انت عندك شوية ترافيك فراود والترافيك الثانية طبيعية، فبالتالي انه خلاص راحت عليك. فهذا الموديل مبني على ماشين ليرنينج. هاي الداتا ست تبعتي اللي هو خلينا نشوف كيف شكلها. تمام، خلينا نشوف برضو السايز تبع الداتا سيت. شايف كم سجل؟ سجلات تبعت الكليكس هذه كلها تمام، حوالي 2 مليون ريكورد في 8 اعمده. ايش هم الثمان اعمده هذول؟ اللي هو الاي بي والابلكيشن والديفايس والاو اس والشانل والكليك تايم والاتريبيوت تايم واذا اتريبيوتد ولا لا، في شيء كمان؟ بس هدول الثمانيه. اوكي طيب، ايش فينا عندي شغلات فيها ديت؟ اللي هو الكليك تايم والاتريبيوت تايم، صح؟ هدول فيهم ديت بالضبط. فالان انا ايش بدي اسوي؟ زي ما شفنا هناك في الدرس انه انت كيف بدك تحولهم تفصلهم كل واحد عمود، هنا نفس الفكره. فبالتالي الكليكرز حنعمل عمود للاور للمينتس للسكند، بروح بجيب هاي الفاليو دي تايب اورز از انتجر والتايب تبعه unsigned انتجر 8 بايت تمام. وهذا برضه نفس الكيفيه زي هيك تمام، هو عامل لي الاولانيه تمام وبقول لي بدي اياك تعمل الباقيات زي نفس الشيء. فعامل للدي بقول لي كمل الاورز والمينتس والسكندز بنفس الكيفيه. اوكي، فبالتالي انت ضفت اعمده جديده، شوف لي كيف شكلها. هاي دي واور ومينتس من هذا العمود تمام، فصلتهم. هذا بيساعدك كثير تمام. الان ليبل انكودنج، فور ايتش كاتيجوريكال فيتشرز، هذول كلهم معتبرهم كاتيجوريكال اللي هو الاي بي والاب والديفايس والاو اس والشانل، بدي اياك تعمل ليبل انكودر تمام. بتروح تضيف فيتشر جديد للكليكس داتا فريم، وتعمل عمود جديد اسمه ليبلز. القديم مش راح يعمل له دروب، حيخليه بس على سبيل المثال انه للاي بي راح يعمل عمود جديد اسمه اي بي اندرسكور ليبلز، والاب راح يعمل اب اندرسكور ليبلز، وفي الانكودد فاليوز بهذا الشكل. فهدول الفيتشرز حاطط لي اياهم في لستة تمام، وزي ما تعودنا بنعرف ليبل انكودر وبنروح بنلف على هدول الفيتشرز وبنعمل انكودنج، وبروح بضيف عمود جديد اللي هو عباره عن اسم الفيتشر اندرسكور ليبلز بهذا الشكل. شوف شكل البيانات كيف حيصير تمام، هتلاقيهم ضافهم في الاخر. انت في عندك هنا اي بي اب ديفايس او اس شانل، وهنا حتلاقي انه ضاف عندك اي بي ليبلز ابس اب ليبلز ديفايس ليبل وهكذا تمام. فالان الفكره في الموضوع انه هو ضاف فيتشرز جديده انكودد فيتشرز، والقديم لسه ما عملوش دروب، خلاه عنده. تمام؟
طيب اجيت لاحظ معايا انه اصلا الاب هو عبارة عن نمبر وعبارة عن الاي دي تبع التطبيق بالضبط، والاي بي برضو كذلك نفس الاشي، بس هو راح عملهم انه يعني اعتبرهم هدول ككاتيجوري وراح عملهم رينج من اول وجديد discrete values بالضبط، مش real numbers بالضبط. فعشان هيك انت ممكن انه هنا تشوف اورجي لك وين هنا انه كم value unique موجود انا عندي هنا، فحتلاقي انه هاي length تبعها 309 وهنا حيكون نفس الاشي للليبلز تمام 389. الان هنا انا بروح بجيب كل السجلات اللي فيها الاب ما بيساوي الليبلز، لانه صدفت انه على سبيل المثال شفت الاب 3 والليبل هنا برضه حاطط لي اياه 3، فبالتالي انه هذه صدفت. لكن هل في سجلات انه الاب والليبلز تبعه مختلفين؟ فبتجيبهم هي هذا الاب 64 والليبل تبعه 63 تمام، هذا 110 وهنا 107 اوكي. أنا بس بقول لي شوف لي شكل البيانات بعد العمليات الجديدة هذه. بعديها الآن هنا بدي أعمل one hot encoding، بدي أطبق هذا الكلام برضو على هذول الفيتشرز، بدي أعمل one hot encoding. بس هنا إيش حسوي قبل ما أعمل one hot encoding؟ لكل فيتشرز في الكاتيجوريكال فيتشرز بدي اطبع اسم الفيتشر بالاضافه لعدد اليونيك فاليوز اللي موجوده فيه. فالاي بي في عدد كبير، الاب عدد اقل، ديفايس عدد اقل، هذا بتطلب منك انه انت تعمل 260 الف عمود جديد، هذا 300 لسه اهون شويه، وهذا 1918 هذا 232 وهنا 81. فبالتالي هل انه احنا نقدر نطبق ال one hot encoding على هذه الفيتشرز ولا لا؟ شو رايكم؟ لا ولا واحد فيهم تمام. الان بالنسبه للترين والفاليديشن سيتس بقول لي بدي اياك تقسم هذه البيانات. هنا التراب اللي انت ممكن تقع فيه، هنا طلب انه الكليكس بتكون انا عندي 80% ترين و10% تيست و10% 10% فاليديشن 10% تيست. حددي الكولم فيتشرز تبعتي تمام، حددنا الفراكشن سايز 10% او 1 من 10. لاحظوا هذه الستيتمنت انه هنا انا بعمل سورت للبيانات هذه شغله كثير مهمه. لو انا لو سبتها معنى ذلك انه البيانات انا عندي شكلها زي هيك، هاي الكليك تايم. لو انت يعني ما عملتش سورت ممكن يكون انت عندك في السجلات على سبيل المثال انه انت في عندك كليكس مثلا في 2019 وفي البريدكشن مثلا كليكس في 2019. لا عفوا العكس، في الترين انت عندك كليكس من 2019 وفي التست كليكس من 2017، فبالتالي في التايم سيريز هنا بدك تعمل سورت للبيانات وتروح تقسمها على هذا الاساس بسورت على 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 التايم ستامب. فبالتالي انت بتستخدم الباست تو بريدكت ذا فيوتشر، فبتستخدم البيانات مثلا من 2017 18 19 عشان تعمل بريدكت للبيانات في 2020. ما ينفعش انه انت تعمل شفل وتروح انه
تعمل سبليت البيانات. وعليكم السلام. هنا ولا وين؟ انا بدي بس كود ويروح او الحال اي واحد. والبارد موجود، البارد موجود هنا. اوكي اوكي، فهذه شغله كثير مهمه، انه انت لما تكون في عندك شغله متعلقه بالتايم ستامب، سواء كانت التايم ستامب هذه في الترانزاكشن او في المبيعات في السيلز، حتلاقوا في عندكم بعض الكومبيتيشنز، انه خاصه من المتاجر الكبرى زي متجر وول مارت، انه هو بده اياك تعمل بريدكشن للفيوتشر سيلز عشان يعمل حسابه قديش انه يحط البضاعه في المخازن. وفي حتلاقي انه كومبيتيشن ثانيه للوول مارت، سلسله المتاجر هذه بتقول لك لما انه في سيزون معينه بدي اياك تعمل بريدكشن للكميات السيلز. طبعا هذا كلام كله في الفيوتشرز، فانت ترتيب البيانات هنا عندك شغله مهمه قبل ما تعمل سبليت، فلازم تعمل سورت. تمام، تعمل سورت على اساس اتريبيوت معين اللي هو الكليك تايم، وبعديها بتروح على هذا الفراكشن، انه هنا الفاليديشن روز انت بتجيب الانديسيز وبتعمل سلايسنج للبيانات بهذا الشكل. كيف على عينات عشوائيه؟ لا، هو حيعمل بالترتيب، حياخذ اول 80% للترين، وثاني يعني ثاني 10% حياخذها للفاليديشن بالضبط، والاخيره للتست. كروس فاليديشن؟ لا، الكروس فاليديشن انه التقسيمه بتكون مختلفه. كروس فاليديشن انه الفاليديشن سيت كل مره بتكون جزء من البيانات. طيب هو بس نفس الفكره يعني، بس احنا بنعملها هنا. بتقدرش تعمل كروس فاليديشن. ليش؟ لانه بنفعش انه انت تعمل ترين على بيانات. يعني تخيل انه الفاليديشن انت عندك تخيل انه انت عندك الفاليديشن طلعت في 2017، تمام، والتريننج 2018 و2019، زي كانه انت بتدرب على بيانات تبعت الفيوتشر عشان تعمل بريدكشن للباست. بنفعش، فهذه بنفعش فيها الكروس فاليديشن. لازم يعني هاي تحديدا التايم سيريز لازم تكون الداتا سيت انه لارج انف، وتعمل تقسمها بالترتيب. مرتبة حسب التايم ستامب، مرتبة حسب التايم ستامب بالدقيقة وبالثانية. يعني ماشي، أي نعم ممكن تكون في بيانات بنفس السنة، بس هذه اتاخذت مثلا في شهر يناير، وهنا بتكون اتاخذت حتى لو قبل بساعة بالضبط. تمام، فهي الترتيب البيانات. أخذنا الترينينج أول 80%، وبعديها الفاليديشن ال 10% اللي بعديها، والتست اخر 10%. تمام، هنا بس عشان اتاكد من السايزز، تروح طبعت السايز تبع الترين والفاليد والتست، وهنا اتاكدت انه حجم الداتا سيت كلها بيساوي مجموع. ادي زياده من عندي. تمام، فبالتالي انه هذا الرقم زائد هذا الرقم زائد هذا الرقم بيساوي هذا الرقم. تمام، الان بده يطبق اللايت جي بي ام بنفس الكيفيه، والباراميتر هذه ثبتها. ممكن تعمل عليها تولينج، بس بتلاحظ انه هو في الاكسرسايز خلص بركز على بوينت واحده، بدوش انه احنا نشتت حالنا في اكثر من شغله. فهي للتريننج، شايف الايتريشنز، انا طلبت منه 1000 ايتريشن وحطيت له الايرلي ستومينج 10، فبالتالي حيطلع لك رساله يقول لك لسه ما طلعش شغال، انه ما فيش امبروفمنت. هاي بحكي لك انه
في الاتريشن 208 ما كملش ل 1000، بقول لك انه ما فيش امبروفمنت خلاص بالضبط. الان هنا 96% اكيوريسي على الفاليديشن سيت. الان بدنا نشوف الوضع على التست. 97% تمام. هيك بنكون خلصنا الدرس الاول في الفيتشر انجينيرينج. الخلاصه في ايش هي الخلاصه؟ رقم واحد العمود تبع التايم بدك تحصره، هذه يعني شغله اضافيه بدك تضيف انه يعني كعمود. ممكن انه تضيف اعمده اضافيه ثانيه انه بناء على قيم معينه في العمود، اذا كانت مثلا سكسسفول زي ما شفنا بتحط زيرو او بتحط واحد بهذا الشكل. في التايم سيريز الترتيب مهم جدا قبل السبلت، والسبلت بيكون على اساس الترتيب تمام، على هذا الترتيب اللي انا عملته. ما بنفعش استخدم كروس فاليديشن في التايم سيريز. خلينا نشوف الدرس الثاني اللي هو الكاتيجوريكال انكودنج. طيب ننتقل للكاتيجوريكال انكودنج. بيز لاين انا حليته اوريدي تمام. بدكم تحلوه يعني انت يعني هو شوف يعني هو اربع دروس فانت حتسلم لي الشهاده في الاخر يعني تحل الاكسرسايزز كلهم. نعطيكم وقت فانت حتحل الاربع تمارين هدول وحتسلم الشهاده دفعه واحده تمام. طيب بخصوص الكاتيجوريكال انكودنج، احنا هنستخدم حاجة جديدة اسمها يعني هذا كله تجهيز للبيانات الشغلات اللي احنا عملناها سابقا، بس هنا انه احنا ايش هنستخدم؟ هنستخدم الكاونت انكودينج والتارجت انكودينج والكات بوست انكودينج، ثلاث انواع جديدة من الانكودينج للكاتيجوريكال داتا تمام؟ طريقة مختلفة تماما عن اللي اخذناها سابقا. طيب الان مراجعة ايش عملنا احنا في البيانات؟ قرأنا البيانات وطلبنا انه يعمل بارس للديت للاعمدة اللي فيها تاريخ، وفلترنا المشاريع اللي مش حية تمام، وعملنا عمود جديد اسمه outcome انه successful بتساوي واحد غير هيك بتساوي زيرو، وضفنا اربع اعمدة للديت تمام بناء على اللانش تايم، وطبقنا ليبل انكودينج على هدول الثلاثة تمام. وبعديها شفنا كيف قسمنا البيانات وحطي يعني هنا بمر له داتا فريم، وهنا فاليديشن فراكشن باي ديفولت انه بوينت واحد من عشرة، برجع هنا الداتا سيت انه كثلاث اقسام ترين فاليد تيست، فبالتالي هذه الديل ممكن تستخدمها عندك في الوصفات بشكل يعني انه كيوتيليتي فانكشن كوصفه. وهي الترين انت بتحضر الفيتشرز تبعتك تمام والباراميتر، وبتبدا تعمل عمليه الترينينج، وفي النهايه بتحسب الفاليديشن سكور اوكي. وبنطبق هذا الكلام في البيس لاين موديل، طلع انا عندي 74% سكور الاكيورسي. طيب نيجي للكاونت انكودينج. في الكاونت انكودينج بروح بستبدل الكاتيجوريكال فاريبلز او الكاتيجوريكال فاليو with number of times it appears in the data set. بدل ما اعمل انكودينج مثلا على سبيل المثال انه احمر، لو كانت انا عندي الاتريبيوت هو عباره عن الكلر انه احمر انه الانكودينج تبعها مثلا 0 والازرق 1 والاخضر 2 وهكذا، لا بصير بروح بحسب الفريكوانسي انا عندي للون الاحمر. اللون الاحمر اتكرر انا عندي في السجلات في الداتا سيت في الترين 27 مره، فبالتالي بحط 27. كيف يكون تكرار؟ الاحمر 27 اوكي عادي
يعني ده بس المود يعني ده المود اعلى وهذا لا المود انه بروح بحسب لي انه بناء على قديش تكرار انه من الفئات هذه، لكن هو بروح بعمل كاونت لكل فئه قديش وبروح بحط الفاليو تبعتها. يعني سابقا انه احنا هنا هنا في الليبل انكودنج كل واحدة بروح بحط لها كود معين ببدأ بصفر واحد اثنين ثلاثة انتجر، تمام؟ لكن اللي بيصير هنا انه بروح بحط بعد الفريكوانسي تبعت هاي الفريكوانسي تبعت هاي والفريكوانسي تبعت هاي، فبالتالي كل واحدة بروح ببدلها بالفريكوانسي تبعها، تمام؟ يعني على سبيل المثال انا في الكونتريز انا عندي الجي بي لو ظهرت 10 مرات فبالتالي انه راح يستبدل الجي بي بالرقم 10 كل مره. طيب اتس اوكي نو بروبلم. وبتصير انه في هذا النوع من الانكودينج انه انت بتصير انه يعني زي كانه بتدي ويت لكل كاتيجوريكال فاليو، فبالتالي انت بتصير تنظر لها انه هدول لهم نفس الويت، وكانه انت بتقول والله اللون الاحمر والازرق انه لهم نفس الويت انا عندي في السجل، بتكون بهذا الشكل. اكيد مين احسن هو ولا شغله ثانيه بقدرش اقول لك وبقدرش احكم لك، غير انه انت تحسب الايرور في كل اسلوب وتقول انه والله هذا اداني نتائج افضل. بس كطريقه انكودنج وخاصه انه بتحل لك الاشكاليه لما يكون انت عندك بدل ما انت تستخدم one hot encoding للكاتيجوريكال فاريبلز اللي عددها اكبر من 10 مثلا بالضبط. احنا انا عندي عملنا دروب لثلاث اعمده اللي هم 25 و26 و15 فيها كاتيجوريكال يونيك فاليوز انه بهذا الرقم، فبالتالي بعد ما تعمل وان هوت انكودنج هذا ممكن يكون انه هو مناسب انه الفاليو بتدل على الويت تبع الرقم بدل على الويت تبع الفاليو هاي. طيب كيف ممكن نسوي هذه الشغله؟ في عندنا باكج جديده اسمها كاتيجوري انكودر، عملها aliasing CE وحدد الكاتيجوري فيتشرز هيها بهذا الشكل. ممكن هذا الانكودينج نستخدمه في المشين ليرنينج في الكلاسيكال مشين ليرنينج ويعطينا برضه مثال؟ ممكن ممكن جدا عادي. واذا من هنا لبكره بدك تجرب اي واحده من هذول الاساليب اوكي يعني نو بروبلم. طيب بنعرف منه اوبجكت لا هذا فيتشر انجينيرينج نعم. فالان انت بتروح تعمل فيت ترانسفورم تمام، لاحظ ما عملش الدروب للاعمده القديمه، ايش راح سوى؟ عمل اعمده جديده والاسم تبعها نفس الاسم القديم بس اداله suffix underscore count بهذا الشكل تمام. فبالتالي هنا عمل data.join الكاونت انكودد وضاف suffix لكل اسم عمود في الكاونت انكودد underscore count تمام. وبعديها راح طبق عمل train وvalidation split وراح عمل train للموديل قديش جاب سكور. انا عندي 74 86. قارنه بالبيسلاين، البيسلاين اللي هو احنا بس مجرد انه عملنا هذا الكلام كله هيو في اول سيل في الكود، هي هذا الكلام كله بس ما طبقناش عليه الكاونت انكودينج. قديش انا كانت عندي هنا 74 67 وهنا 74 هذا مش ايرور صحيح مش ايرور هذا اكيرسي. فبالتالي هنا الكاونت انكودينج في له تاثير نوعا ما، هذا النوع الاول من الانكودنج، فبالتالي هنا في سلايت امبروفمنت سلايت
السلايت هذا امبروفمنت انا عندي النسبه هذه اللي زادت بدل ما كان قديش كان هنا 86 وهناك قديش كان 67 هذا انه السيجنيفيكانس تبعه بيزيد كل ما زاد حجم الداتا سيت تمام فبالتالي هذه بتصير الفراكشنز انت بتفرق معك يعني لو داتا سيت انت عندك مثلا السايز تبعها 300 وانت عندك نسبتين 74 86 و74 قديش كانت قلت لي 67 فبالتالي يعني انت لما زودت الاكيوريسي قديش فرقت معك وان اكزامبلز كنت تجيبه غلط صرت تجيبه صح لكن لو كانت السايز تبع الداتا سيت 100000 بتقول لا بتفرق معي هذه الفراكشنز اللي هنا لا بتفرق معي فبالتالي بتصير انت عندك الاكزامبلز اللي انت كنت تجيبهم او الانستانسز اللي كنت تجيبهم غلط وصرت تجيبهم صح بتصير بالهندردز او حتى بالثاوزندز بالمئات او بالالاف نيجي للنوع الثاني من الانكودينج نفس الاسلوب بالضبط انه انا باخذ اكثر من نوع بقول هذا النوع هو الافضل كل واحده بحسب فيها الايرور النوع الثاني اسمه تارجت انكودينج بياخذ التارجت هنا في عين الاعتبار فبالتالي في التارجت انكودينج شو بيسوي replaces categorical value with the value of the target that the value of the feature حدا فاهم حاجه ايش يعني يعني على سبيل المثال انا عندي CA الكونتري بتساوي CA تمام بروح بحسب الافريج اوتكم لكل الروز الكونتري بتساوي CA وبروح بحط انه الافريج انا عندي طلعت 28 تمام اذا باخذ التارجت انا عندي بعين الاعتبار بشوف انا عندي التارجت كل الفاليوز اللي لما تكون الكونتري CA قديش بتمثل انا عندي نسبه تمام فبالتالي كيف صحيح فهذه عبارة عن انه blended with the target probability over the entire data set عشان اعمل reduce للvariance with a few occurrences لاحظ انه هنا كيف انا بطبقه انا عندي اعرف من CE target encoder وديته الكولومز تبعتي وفي الفت بديوش بس الداتا بديله الداتا مع الواي نعم وهنا نفس الفكره رحت عملت جوين وهنا عملت سفكس اللي هو اندرسكور تارجت نحسب الايرور قديش طلعت معايا 74 و91 في امبروفمنت في امبروفمنت في الاكيوريسي تمام طيب الكات بوست انكودينج الكات بوست انكودينج هو سيميلر للتارجت انكودينج ولكن انه بيعتمد على التارجت بروبابيليتي فور ا جيفن فاليو فبالتالي في الكات بوستينج لكل رو بحسب التارجت بروبابيليتي بناء على الروز انه بيفور ات يبقى نفس الفكره هنا كات بوست انكودينج او انكودر بديله الفيتشرز بديله الاكس والواي تمام وبطبق هذا الكلام وهنا هنا طلعت انا عندي 92 سلايت بيتر من اخر حاجه اعتقد 91 نعم
اوكي. شوف الاكسرسايز. هذه السيت اب. اس كيو و سي انت عندك ثلاثة كاتيجوريز بروح بستبدلهم بصفر واحد اثنين. هنا بستبدلش بصفر واحد واثنين، بستبدلش بانكودد فاليو، بستبدلها بكالكوليتد فاليو. ايش هذه الكالكوليتد؟ ممكن تكون يا اما كاونت او انه بحسبها انه كمتوسط انه قديش انا عندي من بالنسبه للتارجت، او كبروبابيلتي بالنسبه للتارجت. اليوم ثلاث انواع هذول اللي هو الكاونت انكودرز والتارجت انكودرز والكات بوست انكودرز. تمام. طيب هاي السيت اب، وهنا اليوتيليتي فانكشن ايش بدي له؟ داتا فريم فاليديشن valid fraction، برجع الترين والتست والفاليد. وهذه الداله ترين موديل، لانه انا حجرب هذا الكلام للثلاث طرق، فكل مره بدل ما انا اعيد كتابه الكود بحطه في utility function train valid، وهنا بدي له الفيتشر كولومز. بجهز البيانات تمام، وبروح بعمل train وبريدكت، واذا كان في عندي تيست تم تمريره بروح بحسب السكور تبع التيست. فبالتالي هنا برجع لي، اذا كان في تيست بروح برجع لي للتريننج ايرور والفاليديشن، التريننج اكيورسي والفاليديشن اكيورسي او سكور والتيست سكور. اما اذا تم تمرير فقط، اما اذا ما تمش تمرير التيست، فبالتالي بروح برجع التريننج سكور والفاليديشن سكور. تمام. ايش هي اللي اشمل؟ صحيح، من اللي كانت موجوده في الاكسرسايز، الان بنجرب البيس لاين. دائما البيس لاين هذا مصطلح انه انا يعني ببدا فيه، انه انا بعتبره كريفرنس بالنسبه لي، انه انا بشوف الاشياء اللي انا بضيفها بتحقق امبروفمنت ولا لا. يعني على سبيل المثال بجرب الفيتشرز زي ما هي، وبسمي هذا مثلا على سبيل المثال بيس لاين، بروح بجرب انكودنج، فهذه عباره عن اضافه، بشوف بقارن الانكودنج هل حقق نتيجه افضل من البيس لاين ولا لا. بعديها بروح بجرب شغله ثانيه، مثلا طريقه معينه، الجوريثم معين، بقارنه بالبيس لاين هل حسن امبروفمنت ولا لا. فاحنا عندنا البيس لاين زي ما هو، بنشوف بنحسب قديش كانت النتيجه، بياخذ وقت هو لما نشغله. لانه فيها انا عندي اللفات 1000 iteration. اوكي، قبل ما يخلص البيس لاين ممكن نحكي هنا على الكاتيجوريكال انكودنج والديتا ليكج. بما انه هذه بناء على statistics calculated من الديتا، معنى ذلك انه ما دام انا عندي الديتا انا لسه ما عملتلهاش، يعني لسه ما قسمتهاش، فبالتالي انه اطبق هذا الاشي على البيانات بدون ما انا اعملها سبليت يعتبر نوع من الديتا ليكس، زي كأنه انا بغش في الموديل تبعي. فبالتالي
مش لانه المين لو انا بدي استبدل مثلا بالكاونت، الكاونت حيختلف لو انا كنت ماخذ على الداتا كلها او ماخذ فقط للتريننج بالضبط. فهنا بده يطبق الكاونت انكودنج، حتحدد الفيتشرز اللي حيشتغل عليها تمام، وهنا راح قسم البيانات ترين وفاليديشن وتست. بالمناسبه الايرور هنا قديش طلع معايا؟ 96. اوكي نعم البيس لاين. الان بدنا نطبق الكاونت انكودر، بنروح بنعرف بنعمل له امبورت، بنعرف اوبجكت منه بقول له بدي اطبقه على هدول الفيتشرز، وهنا عملت فيت على الترين تمام، والفاليديشن بروح بعمل عليها ترانسفور، هي عفوا هي الترين والفاليديشن، بدل ما اعمل فيت وترانسفورم انه انا قسمتها لخطوات انه هذه فيت وهنا ترانسفورم وهنا ترانسفورم. هنا بروح بطبق هذا الكلام عشان انا اضيف السفكس اللي هي الكاونت. شوف شكل البيانات كيف صار شكلها. هنا لاحظ انه انت عندك كل عمود هنا راح ضاف له اي بي كاونت، اب كاونت، ديفايس كاونت. فبالتالي هنا انه الاي بي هذا قديش تكرر مره؟ 68 مره. هذا الابلكيشن كم مره تكرر؟ 29000 مره، وهكذا. طيب نشوف شكل الموديل هذا. قديش السكور تبعه؟ هل في امبروفمنت ولا لا؟ ياخذ تقريبا 30 ثانية لما يشتغل. هنا قبل ما يطلع النتيجة هنا بسألني سؤال why is count encoding effective؟ يعني ممكن بحكي لك انه ممكن من يكون انه من المدهش بالنسبة لإلك انه الكاونت encoding انه ساهم في تحسين الاكيورسي تبعت الموديل. فبالتالي why do you think count encoding is a good idea؟ شو رايك؟ هاي النتيجة قديش؟ 96 5. وهنا قديش كانت؟ 96 2. فبالتالي في improvement. ليش بتعتقد انه الكاونت encoding ساعد في تحسين النتائج؟ لماذا؟ ايش رايكم؟ لو احنا قارناه بنظام الليبل انكودنج العادي، الليبل انكودنج العادي انه انت بحط لك انه هذه صفر، هذه واحد، هذه اثنين، فبالتالي انه هنا ما بديكاش انه والله قديش انه هذه تكررت في الداتا سيت او قديش الاهميه تبعتها، لكن لما انه انت تحسب الكاونت تبعها قديش انه هي تكررت في الداتا سيت، زي كانه بدي لك انه هذه الفاليو قديش انه هي شائعه، فبالتالي بيساعد في تحسين النتيجه تمام. فبالتالي هنا rare values tend to have similar counts تمام. لو احنا قررنا هذا الكلام انه الفاليوز انه 1 و2 اللي هو الليبل انكودنج العادي، يعني بالضبط ورا بعض، فبالتالي هنا
So you can classify rare values together at a prediction time. فبالتالي هنا انه تكررت مرة ومرتين فبتقول انه هذه تكررت بشكل نادر فبالتالي انه اكيد راح يكون في لها نفس البريدكشن فبالتالي بتعطي somehow للماشين ليرنينج موديل انه بعض الانفورميشن اللي هو ممكن يتعلمها في الـ في البريدكشن. لو بدنا نعمل ديكودنج على ديسك انا عندي اللي هو عندي يعني بيانات تريم بدل الربا واروح اعطيه يعمل لي كاتيجوري اطلب الديكودنج على على الترين يعني بالضبط والترانسفورم على التست. نيجي نشوف النوع الرابع التارجت انكودينج. في التارجت انكودينج بيحكي لي من هاي الباكج تمام وبعديها انه طبقه على التريننج داتا تبعتي ف هيو import category encoders as CE بروح معرف منه object هاي الكولومز تبعتي. الاختلاف هنا في الموضوع انه انا بديله ال X وال Y. ال Y هنا is attributed. is attributed معناها انه واحد او لا. is attributed معناها انه يعني فاكرين الداتا سيت هذه عن شو بتحكي؟ عن الترافيك تبعتي تبعت الكليكس على الدعايات هل هي attributed ولا لا؟ هل هي محسوبة ولا بدي اعتبرها انه فيك ترافيك فبالتالي انه انا بدي اصنفها تمام. فهنا عملت فيت بروح بعمل برد بعمل ترانسفورم على الترين وترانسفورم على الفاليد وبضيف سفكس. لاحظ انه انا بضيف كل الفيتشرز كلها مع بعض وزي كانه بترك للماشين ليرنينج موديل انه هو لوحده يختار او يتعلم من كل الفيتشرز كلها مع بعض. في اسلوب ثاني انه انا بعد ما عملت انكودنج للفيتشرز هدول اعمل دروب للاصليات. فهذه برضه شغله ثانيه انه انت تعمل دروب للاصليات تشوف الايرور بتحسن ولا لا تمام. كيف بالضبط تعمل دروب للعمود كله بالكامل. لاحظ هنا شوف العمود كيف شكله او الداتا سيت كيف شكلها صار. راح تلاقي الأعمدة أضاف لك إياها في الآخر هنا channel target OS target device target صارت أنت عندك هنا كفراكشن بدل ما كان إنه أنت عندك هنا الكاونت أنت عندك count إنه كرقم صار هنا كفراكشن لأنه بحسب المتوسط إنه كنسبة مئوية بالنسبة للتارجت تمام. نعمل ترين للموديل وتست ونشوف قديش السكور بيطلع معايا. فطلع معي 95 في امبروفمنت. ليش 95 4 وهنا 96 عشان هو ثلاث طرق. لا هو ثلاث طرق فحكينا جنب وايش افضل واحده بالنسبه للخيارات. مع الداتا سيت هذه طلعت هذه الطريقه مش دائما انه الاعمده كثرت انه بتكون لانه يعني اذا انت بتلاحظ انه هذا ال صحيح بس هذا الكلام احنا طبقناه على كل الطرق. انا بحكي لك يعني انت قد يكون انه انت يعني في تجربه منفصله انه انت تاخذ برضه بعين الاعتبار انه انت تعمل دروب للكولومز الاصليه والكولومز الديرايفد او اللي تم اشتقاقها او اللي تم عمل انكودنج لها هي اللي تخليها والاصليه تعملها دروب. هذا برضه بدك تحسب فيه الايرور. لكن هنا في الحالتين انه الاعمده الاصليه ضايله موجوده فبالتالي هنا في هذه الحاله انه اليوز كيس هذه اساسا يعني هو شرط الاربع يكون كل واحد افضل من الثاني بس هو الكيس هاي انه في طريق من الحل الاولى قريب من الحل الاولى لما ضربنا كيف؟ 96 قريب برضه من الحل الاولى اول ما ضربنا 96 نعم قريب من البيس لاين
فبالتالي انه ما فيش يعني انه امبروفمنت بالضبط. طيب هنا بحكي لي انه if you try removing IP encoding, if you leave IP out of the encoding encoded features and train the model with the target, you should find that the score increases and it is above the baseline. تمام. وهنا بنوجه السؤال لأحمد مراد، ليش بتعتقد انه لما احنا شلنا الانكودينج للاي بي ادريس انه صار في انا عندي امبروفمنت؟ نعم، شلنا الانكودينج للاي بي ادريس. ماشي، هو بقول مش بالضرورة، هو بفكر انه في سبب تاني هو بده يحكي لنا اياه الجيت. بتاع السكيورتي. لا صح، هو بده يقول انه في سبب تاني. هو ايش هو السبب؟ هذاك السبب انا بديش اقول لك عليه انه هو صح ولا غلط. طب احنا لو قلنا انه الاي بي احنا شفنا في مرة سابقة هنا انه الاي بي قديش انا عندي values، صح ولا لا؟ ممكن نشوفها هنا الاكسرسايز اللي قبل كنا حاطين هذا الكلام، فبالتالي ممكن نحن نحط هالسيل هنا بعد قراءة البيانات بالضبط. بنقول انه الكليكس دوت اي بي دوت عندك 260,000، تخيل قديش. كيف انه انت بدك تصير تفكر في الموضوع انه انت عندك 260,000 وهنا الاصل بيزك يعني 230 ألف، وهنا قديش؟ هاد 2 مليون. 2,300,000 مزبوط. تمام، وهذه انت عندك 260,000. تقريبا 10%. طب السؤال بطريقة تانية، انه هل ممكن اعتبر انه والله الاي بي بفيد انا عندي في الموضوع؟ يعني هل صح ان انا اقول له انه والله الاي بي، إذا كان الـ IP هالقد معنى ذلك إنه حيكون attributed أو لا؟
القيمة الجانبية لا. القيمة لا. القيمة لا. كعدد نفس كنفس عدد. كيف يعني كعدد؟ كنفس الاي بي. كيف يعني كنفس؟ لكن إذا كان مثلاً الكليكس اللي طالع نفس الاي بي الواحد ماشي. انت لما تديله الترانزاكشن زي هيك هو الماشين ليرنينج موديل حيصل لمرحله يقول والله اذا كان الاي بي كذا معنى ذلك انه حيكون انه هذا فيك مثلا. طب هذا الكلام لما بدنا نيجي في التست هل صح احنا نعمل هذا الكلام ولا لا؟ ليش؟ انا حاقل النمط الايرور بالنسبه انا بدور على نمط ولا بدور على اي بي هات؟ نمط على نمط طب ماشي ماشي. انت حكيت بدك تنزل الموديل تبعك للخدمه تمام؟ حكيت انت بس اذا اعتمدت على الاي بي بتصير وكانه انت بتغفل اي حاجه ثانيه بتقول والله اذا الاي بي كان كذا هذا حيكون انه فيك، ما كان غير هيك بيكون مش فيك. حكيت هذه المعلومه هذه المعلومه انه حصلت في مثلا في فتره زمنيه معينه تمام. تيجي هذا الكلام في الفيوتشر قد يتغير هذا المكان هذا الشيء. الشخص اللي بيحتاج ممكن انه هو يستخدم اي بي ثاني او في بي ان ثانيه، فانت بدك تدور على نمط، بدكش تدور على عناوين اي بي. صحيح لا 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 ما ماشي هما بشرك. انا بحكي انه انت كشخص ك ك ك ك كديتا ساينتست بدك تبني موديل، هل من المنطق انه انت تعتمد على الاي بي ولا لا؟ تعتمد كجزء من الحلقه نخليه ولا نعمل له دروب؟ ليه؟ كجزء من الحلقه على الكاونت تبعه. اذا انت خليته معنى ذلك انه انت بتبني ماشين ليرنينج موديل انه بروح بتطلع دائما على الاي بي، اذا كان الاي بي كذا بيكون كذا واذا كان كذا بيكون فيك. وهذه الشغله في الفيوتشر في البرودكشن مش متوفره، معنى ذلك انه المحتال ممكن يستخدم اي بيهات مختلفه. وبرضه سمحت لك برضه مشاهد الادز تبعك انه اذا كان اليوم بيحسب لك انه كليك اليوم الثاني على نفس الاي بي برضه بيحسب لك انه يعني كيف برضه راح يطلع على الاي بي ثاني يعني انت لو كل يوم فتحت حيحسب لك انه فيو انه مشاهده ومع كليك يعني هيك عدل لك الاي بي بس مش في الماشين ليرنينج موديل. حيدخل الاي بي في الموضوع اذا بده يشوف انه امبارح واول امبارح، بس مش في الماشين ليرنينج موديل. الماشين ليرنينج موديل المفروض انه هو يدور على نمط. حكيت اذا احنا وصلنا لتصنيف انه هادي انه النمط هذا فيك وهذا فيك وهذا فيك، ساعتها انت بتروح بتنظر للاي بيهات امبارح او اول امبارح وكذا انه على حسب التصنيف وتاخذ قرار نهائي. لكن ماشين ليرنينج موديل الاي بي مش كتير مفيد. انت بدك تعد عدد الكليكات من في وقت معين من مصدر معين، يعني انت بتشتغل رول بيست يعني زي هيك انه اذا كانت عدد الكليكات فوق كذا من مصدر واحد معنى ذلك انه هذا فيك. لا بالاضافه على شيء اضافي
لا رفع هيك بيزرعش هيك صحيح. هو الاصل انه هو يعني تقلل الويت تبعه او تقلل التاثير تبعه. طيب هنا تعليق على الموضوع بحكي لك انه target encoding attempts to measure the population mean of the large of the target for each level في categorical feature. تمام. معنى ذلك انه لما يكون في عندك list data لكل level فبالتالي المين حيكون بعيد جدا من الترو مين لما يكون في عندك فاريشنز كثيره في البيانات زي ما شفنا هنا. قديش طلعت انا عندي 260,000 تمام، فحيكون في انا عندي فاريانس عالي. فبالتالي there is a little data per IP address، كل اي بي ادرس في داتا اقل زي ما احنا شفنا عدد الاي بي هات اللي موجوده انا عندي كثير كبير بالنسبه لحجم الداتا سيت 10%. فبالتالي هنا حيصير في عندي نويز من ناحيه هذه الفيتشر. فبالتالي الموديل بيعتمد هيفيلي على هذه الفيتشر فحيعتبرها انه اكستريملي بريدكتيف، وفي نفس الوقت هي ما بتديش انه معلومات صحيحه. So the model will perform very poorly when seeing a new IP address wasn't in the training data. هاي اللي بدي اوصل لك اياه. اذا انت عملت موديل بتطلع بس على الاي بي، لما يجي لك انه تريننج داتا انه اي بي ادرس جديد ما عمروش مر عليه قبل هيك، فبالتالي انه حيواجه مشكله في البريدكشن تبعه. طيب اوكي، نشوف الان الطريقه الثالثه اللي هي الكات بوست انكود انكودنج. احنا حكينا انه انه هي نفس هذيك، ولكن انه هو بياخد الموضوع هذا كبروبابيليتي بدل ما هو كان كمتوسط. فبالتالي هاي الكاتيجوريكال فيتشرز، وهنا حددت له الكولومز اللي انا بدي اشتغل عليها، عرفت اوبجكت منه من كاتيجوريكال انكودر، وديته الاكس والواي، وعملت ترانسفورم على الترين والفاليد. نشوف قديش الايرور انا عندي. احدث شوية وقت في الانكودينج. هاي شكل البيانات، هاي سي بي، هذه عبارة عن probabilities بهذا الشكل. هنا تقريبا حياخد 30 ثانية لغاية لما نشوف. ستة وتسعين وثمانية وعشرين. ايش احسن طريقة كانت؟ الكاونت انكودر اللي هي ستة وتسعين تسعة واحد تسعة واحد وتسعة اثنين. يبقى 96.5. كاونت انكودر. ايش سؤالك؟ probability انه بصير بدل ما انت بتحسب متوسطات بصير تحسب probability، معنى ذلك انه مجموعهم لازم يكون واحد بالضبط. يعني قديش هذا الليفل كفر من الكاتيجوري هذه؟ نعم. يعني هي فريكونسي
لا بالنسبه للمجموع كامل هذا فريكوانسي، لكن هذا الكات بوست انكودينج. اما هذيك بتكون انه عباره عن فريكوانسي، يعني انه عدد على الكل. ايش بتفرق؟ ايش بتفرق يعني كم؟ ايش بتفرق عن ايش؟ الكاونت رقم، الكاونت رقم. لا هو بحكي انه ايش الفرق بين التارجت انكودينج وبين الكات بوست انكودينج. مش هيك سؤالك؟ الكات بوست انكودينج انه انت بتحسب متوسط انه قديش انت عندك انه الكاتيجوري بتساوي كذا بالنسبة للتارجت كمين. اما هديك بتحسب كبروبابيليتي. هديك كيف نفس الناتج؟ كيف الناس بتحسب؟ مش قيمة على الناس مثلا عشان تطلع مجموع واحد؟ لا هديك مش بيرسنت، هديك مين؟ الكام. كانت فريكوانسي. لقيت هذيك كيف بحسبها؟ اللي هي الكات بوست انكودينج؟ احنا في عندنا ثلاث انواع، اللي هو الكاونت انكودينج والتارجت انكودينج والكات بوست انكودينج. بيحسبها كيف؟ هجيت انا بروح بحسب انه انا عندي الكاتيجوري هذه ايش الفاليو تبعتها، بروح بحسب انه البروبابيليتي تبعتها بالنسبه للكلاس ليبل بالضبط. يعني لنفترض انه انت في عندك مثلا انه هذا مثلا الكولوم مثلا سي، في انت عندك الفاليو اي تمام والفاليو بي تمام. تيجي للفاليو اي، انت في عندك تو كلاسز انه هنا صفر وهنا واحد تمام. اجيت في العمود هذا انت بتروح بتحسب في الكاونت، انت بتروح كم مره تكررت الاي هي 15 تمام. الان في الـ في الـ في في الـ في المتوسط كمين انه انت بتروح بتحسب بالضبط انه بالنسبه للكلاس ليبل انه هنا كم مره طلعت الاي واحد، تروح تحسبها كمتوسط مجموع على العدد. ايه ايش يعني عندي الترين؟ تمام. اما هديك انه بروح بحسبها كمتوسط، متوسط معنى ذلك انه هنا بروح بحسب انه في الزيرو قديش انه البروبابيليتي، وفي الواحد قديش البروبابيليتي، هدول الاثنين حيكون مجموعهم واحد. اما في التارجت انكودينج هنا بحسب المين وهنا بحسب المين، مش بالضروره يكون مجموعهم واحد. اوكي feature generation. طيب بنشوف الان انا الداتا انا عندي ايش عملنا فيها لغايه الان. قرانا البيانات وعملنا بارس للديتس هدول، وحكينا انه استثنينا المشاريع المش المشاريع اللي كل المشاريع ما عدا اللايف، وضفنا عمود جديد للاوتكم، وضفنا انه الاورز والدي والمانث والير،
وعملنا label encoding لهدول الفيتشرز وعملنا join للbaseline data بهذا الشكل. طيب الآن ممكن إنه في الفيتشر جينيريشن إنه نعمل جينيريشن لفيتشر جديد، إنه بروح بعمل concatenation between two features، إنه بتحسب الانتراكشن بين الفيتشرز هدول. يعني على سبيل المثال إنه أنا في عندي ريكورد هنا للكنتري وريكورد تاني عندي عمود للكنتري وفي عندي عمود تاني للميوزك، ممكن إنه إحنا نعمل new value اللي هو عبارة عن concatenation للكنتري والميوزك، تمام؟ فبالتالي هذه عبارة عن new categorical feature، ممكن إنه تعطيني correlation between هدول الفيتشرز وكأنه إيش التفاعل بين هدول الفيتشرز. فبالتالي أنت مثلاً على سبيل المثال أيوة poetry GB إذا كان التكرار تبعها عالي معنى ذلك إنه في correlation كتير بين الكنتري Great Britain مع البويتري بهذا الشكل. فبالتالي ببساطة شديدة كيف انت ممكن تعمل عمود جديد وانه تعمل concatenation من الفاليو تبعته، فبالتالي بتعمل عمود اسمه interaction وبتروح بتحط ال 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 الكاتيجوري مع الكنتري وبتحط بيناتهم underscore فبطلع معاك بهذا الشكل، وبتعمل join لهذا العمود، تمام؟ انت عندك في البيانات. اوكي صحيح، بس انت هنا بتدي له انه هذه الانفورميشن انه كانفورميشن يعني كبيس وحده للماشين ليرنينج الجوريثم، بدل ما انه هو يروح يطلع على هذا العمود وهذا العمود انت اديت له اياها في عمود واحد. ممكن انه انت تحذف العمود هذاك او ممكن انه انت تخليه كمان، فبالتالي انه يعني ممكن نجرب هيك وممكن نجرب هيك وتشوف قديش الايرور بيطلع معك. طيب بعد ما عمل concatenation راح طبق عليه label encoding. اوكي هنا ممكن تعمل generation information جديدة انه number of projects in the last week، number of projects in the last week. نرجع للداتا سيت، هذه هي عبارة عن داتا سيت للمشاريع، تمام؟ وانه انت عندك الستارت ديت واللانش ديت والجول والستاتس هل هو سكسسفول ولا لا والكاتيجوري كل الامور هذه. فانت ممكن تضيف سجل انه يعني بناء على تاريخ معين بدك تعد عدد المشاريع اللي تم بدأها في اسبوع معين. فبالتالي هنا بروح باخذ هذا العمود لانشت اللي هو عبارة عن الاندكس بالإضافة للانشت وبحط هنا الكاونت 7 days. فبالتالي هذا عبارة عن سيريز، هاي الاسم السيريز هذه كاونت 7 days. بضل الآن انه انت كيف تحسب ال 7 days هدول، هنا بس مجرد انه هو عمل له بلوت بهذا الشكل فبطلع لك انه هنا كتايم سيريز بهذا الشكل. ورجع عمل له join هنا لل baseline data. هنا ممكن تكون معلومة تانية مفيدة انه time since last project in the same category. ليش هاي المعلومة هي بتكون مفيدة؟ انه two projects in the same category complete for donors. يعني على سبيل المثال لو انا بدي احصل fund لمشروع من كاتيجوري معينة، صعب ان انا احصل فند للمشروع هذا ولسه انا في عندي اوريدي مشروع ما خلصش. بيجي بقول لك انه هاي في عندك مشروع شغال، خلص بعديها بنشوف انه احنا في عندك لسه حاجة ولا فيش عندك حاجة.
بعد ما تخلص بتقول اه والله خلصنا في المشروع كذا وكذا وكذا وبدنا انه نكمل نستكمل كذا وكذا وكذا. فبالتالي هاي المعلومه انه ممكن تكون مفيده بالنسبه لك. فهنا تحتاج انه انت تعمل جروب باي باي كاتيجوري وتعمل هنا ترانسفورم للتايم سينس لاست بروجكت. والتايم سينس لاست بروجكت هذه عباره عن داله ايش بتحسب لك الديفرنس، يعني انا عندي التايم هنا بالسكندز بيروح بقسمه على 3600 لانه بدي احوله لاورز. فبالتالي انا عندي هنا هاي المعلومات، هذه في منها نان، هنا راح اعمل ريبليس للنان. الان نيجي للنيوميريكال فيتشرز، يعني على سبيل المثال الجول. الجول هو قديش ميزانيه المشروع او الهدف اللي احنا بدنا نحققه في هذا المشروع، تمام؟ لو اجيت انت عملت بلوت فبتلاقي انه البيانات انت عندك بهذا الشكل. هو بحكي لك انه هنا انه الماشين ليرنينج مودلز بعضها بتشتغل بشكل افضل لو كانت انه البيانات انا عندي نورمالي ديستريبيوتد. فالهدف من هاي الشغله انه انت تحوله لنورمال ديستريبيوشن. كيف بدك تحوله لنورمال ديستريبيوشن؟ بدك تزقه هيك شوي بس، يعني شوف كيف حيزقه. هنا نفس الفاليوز بس ايش عمل؟ طبق سكوير روتس، تمام؟ هي صارت قريبه من النورمال شويه. بعد هيك راح طبق عليها اللوج فصارت شكلها زي هيك قريبه من النورمال، هي نفس البيانات بس طبق عليها اللوج، تمام؟ فممكن انه انت تجرب الاكسرسايز هذا تحله في البيت انت عندك. نيجي للفيتشر سيلكشن، اخر موضوع. في الفيتشر سيلكشن انه انت عندك مجموعه من الفيتشرز، عندك 80 فيتشر 100 فيتشرز، بس انت مش عارف مين الافضل بالنسبه للتارجت، مين الافضل بالنسبه للتارجت. احنا اللي كنا نسويه كنا نعمل بري بروسيسنج للفيتشرز ونعمل دروب للفيتشرز بناء على اساس انه فيها ميسنج او فيها كاتيجوريز يعني الاوردينالتي تبعتها عاليه او لا. فما كناش ناخذ بعين الاعتبار التارجت في هذا الموضوع، انه احنا حنركز انه كل فيتشر نطلع قديش تاثيره بالنسبه للتارجت، هل في له تاثير معين نخليه ولا ملوش تاثير بنعتبره نويزي فيتشر فبالتالي انه احنا بدنا نشيله. انت بتقارن الكوريليشن بتوين فيتشرز؟ لا، انا بدي انه اقارن مش بس كوريليشن، كوريليشن واحده من الطرق. بروح بحسب كل فيتشر ايش الكوريليشن بينه وبين التارجت، فاللي له كوريليشن عالي بروح بخليه، اللي له كوريليشن ملوش كوريليشن ممكن اعمل له دروب واشوف قديش النتيجه. واحده من الطرق. في طرق ثانيه انه انا بروح بستخدم حاجه اسمها التشاي سكوير، تمام؟ او الانوفا، انه هي عباره عن ستاتستيكال ميجر بتحدد السيجنيفيكانس او التاثير شغله على شغله معينه. التاثير هذا مش بالضروره انه يكون زي الكورليشن، انه كل ما زاد هذا بيزيد هذا، كل او كل ما زاد هذا بينقص هذا، نيجاتيف كورليشن. لا، بيكون في له تاثير معين في تحديد الكلاس ليبل. هاي الشغله في الاسكيلر انا في عندي فيتشر سيلكشن سيلكت كي بيست، بحدد له كم فيتشر انا بدي البيست فيتشرز. يعني انا عندي 80 فيتشر، بروح بقول له سيلكت ال 10 بيست فيتشرز او بيست 20 فيتشرز، تمام؟ وهنا بحدد الكرايتيريون تبعي، انه انا مره بستخدم الانوفا، مره بستخدم الاف فاليو، مره بستخدم التشاي سكوير. ف دي الفيتشر يعني كلها هيك يعني اللي عمله هو هيطلع مثلا افضل 10 او 30 بالضبط. صحيح، انه مثلا واحده من الشغلات انه مثلا بشوف الكوريليشن بين الفيتشر هذا والتارجت، في كوريليشن عالي اه اكيد بياثر مفيد هذا الفيتشر خلي، اذا كان الكوريليشن منخفض بقول لك لا دروب. فهو بروح برتب لك اياهم حسب الكوريليشن تبعهم، فبروح بختار افضل 10 والباقيين بروح بعملهم ديسكارد او بناء على هذا الميجر.
طيب حاجات اسكي ليرن فيتشر سيلكشن امبورت سيلكت كي بيست بالاضافه للاف كلاسيفاي. فهنا بنروح بنعرف منه اوبجكت سيلكتور تمام، هاي الكونستراكتور ايش اديته الاف كلاسيفاي، وهنا قلت له بدي البيست 5 فيتشرز تمام. هنا رحت عملت فت ترانسفورم على البيس لاين داتا على الفيتشرز هدول وديته التارجت، فبالتالي هاي النيو اكس هذه عبارة عن الاكس مع 5 فيتشرز، واي فيتشرز افضل فيتشرز، بس هذا في غش صح؟ في داتا ليك. فشو راح يسوي؟ راح يعيد نفس الكلام بعد ما يقسم البيانات، هاي ترين وفاليد، عمل سبليت للداتا، وهنا عرف الاوبجكت اللي هو السيلكت كي بيست واداله الكي بتساوي 5، وهنا مرر فقط لترين بدل ما هنا نفس الكلام، هذا هنا مرر كل البيانات كل البيس لاين داتا، هنا ايش مرر؟ فقط البيس لاين بالضبط. فهنا طلعت له الفيتشرز اللي هو تمام. الان انت ممكن انه الفيتشرز الثانيه get back the features we have kept وبعمل زيرو ل all other features، زي كانه بعمل دروب لكل بقيه الفيتشرز باستخدام انه selector inverse transform x new، فبالتالي بتطلع انا عندي selected features بهذا الشكل. اليوم ما هيعد انا عندي features هدول. بروح بعمل دروب لهدول الفيتشرز اللي انا ما بديش اياهم تمام. في عندي كذلك موضوع الريجولايزيشن. ايش موضوع الريجولايزيشن؟ انا عندي L1 وL2 هدول types of regularization. ايش بروح بعمل؟ بروح بعمل penalize لل absolute magnitude of the coefficient as compared to L2. L2 اللي هو regression with penalized of squared coefficient. فهنا ايش الفرق بيناتهم؟ هنا absolute هنا squared، فهما التنين نفس الشيء بالضبط. سا البينالايزيشن هذا هو بروح بعمل بينالايزيشن بشكل للكوفيشنتس انا عندي تمام، وبروح بطبقها في موديل معين، يعني على سبيل المثال اللي هو اللوجيستيك ريجريشن. فبالتالي هنا هي جهزت البيانات عملت لها ترين وتست سبليت تمام، وهنا حددت الاكس والواي، ورحت حددت له انه اللوجيستيك بتساوي اللوجيستيك ريجريشن اديته سي بتساوي 1، وهنا بيناليتي اديته L1 فبالتالي هنا زي كأنه رحت بنيت موديل مخصوص عشان يعمل لي select للفيتشرز. متخيلين معايا ايش البروسيس؟ البروسيس انه بروح ببني موديل، بروح بجرب فيتشرز معينة، الفيتشرز اللي جابت accuracy اعلى هو اللي بخليه تمام. فبالتالي هنا ال x new بتساوي model dot transform تمام. فبالتالي هنا select from model، وهنا prefit بتساوي true. مرة تانية ببساطة شديدة جدا هو بروح ببني موديل، بعمل train لموديل عشان يحدد مين ال attribute، طبعا ب attributes مختلفة كل مرة بجرب عشان يحدد مين ال attribute اللي بتأثر على الكلاس ليبل. ليش pre-processing؟ يعني انا
لا سمي المسميات الاشياء بمسمياتها. يعني كلها في بروسيسنج قبل ما انا اعمل صحيح. صح؟ صحيح. يعني ممكن تسمي البري بروسيسنج للهاندل للميسنج والكاتيجوريكال داتا تمام، لكن بدك تضيف فيتشر جديد بتسميهوش بري بروسيسنج، له اسم، له اسم يا اما فيتشر انجينيرنج بتضيف فيتشرز جديده كالكوليتد فيتشرز او تعمل فيتشر سيلكشن، انت من الفيتشرز هذه كلها بدك فيتشرز اقل الافضل. قصدي انا كل هذا في مرحله ما قبل بناء الموديل. صحيح بالضبط. برضو كذلك في فيتشر اكستراكشن تمام. فهيك بنكون احنا خلصنا الفيتشر انجينيرنج. بخلي لك الاكسرسايز انه انت تحلهم تمام للثالث والرابع، وخلي بالك انت ممكن تستخدم هذا الاسلوب انت عندك لو بدك تجيب سكور في اي كومبيتيشن اعلى، لو بدك تجيب سكور اعلى في اي كومبيتيشن انت بدك تقدم عليها ممكن تجرب واحدة من هدول الاساليب، سواء كان في الكاتيجوريكال انكودينج بدك تجرب شغلات جديدة او ممكن تجرب فيتشر سيلكشن تمام. موضوع الفيتشر جينيريشن انت بتحتاج تقضي وقت اطول تتعرف على البيانات عشان تقول اه والله بدي اطلع فيتشر جديد من هذا الفيتشر، فبيحتاج منك شوية وقت. اما لو بدك شغلة على السريع ممكن تروح باتجاه الكاتيجوريكال انكودينج، هذه شغلة على السريع يعني انه بتجرب انه انكودينج طريقة جديدة في الانكودينج للأوبجكت اتريبيوتس وموجودة انت اوريدي عندك تمام، او فيتشر سيلكشن انت في عندك فيتشرز كثيرة بدك افضل كي فيتشرز مثلا. اما هذه ممكن انه انت محتاج لتايم اكثر انه تكون رايق اكثر انه انت تجرب فيها اللي هي صحيح بالضبط بالضبط، انه انت بدك تطلع فيتشر جديد انه تشوف ايش هي الفيتشرز، انه تلزق تنتين مع بعض تعمل اكستراكت لمعلومه موجوده جوا هناك، تحسب مثلا الكاونت للنيجاتيف ووردز اللي موجوده في التكست اللي هنا، شغلات كثيره. حسب الداتا سيت ولا حسب ايش اشوف؟ ماشي حسب شغلتين اللي بعلاقه ببعض، يعني بالنسبه لاسعار المنازل مثلا جبل لما كنا بنحكي عنها مثلا الغرف الشغلات مثلا هذول كلهم لهم علاقه ببعض عشان يطلعوا السعر النهائي. بس اصلا النولج مع الداتا سيت ايه؟ اصلا النولج برضه الداتا سيت على كده النولج نحن ناخذ النولج ولا ناخذ الداتا سيت؟ انت بتحكي انه العلاقات بين الاشياء بالمطلق تمام مش بالنسبه للداتا ما في يعني ما انت يعني في شغلات انت مثلا كلها تشوف مثلا هذا الشيء مثلا هذا الشيء وهذا الشيء لهم علاقه ببعض، يعني لازم يكون حسب الدومين. ما هو حسب الدومين لازم يكون حسب الدومين. لا لازم يكون حسب الدومين لانه في شغلات كثيره صحيح اي نعم لها علاقه في بعض انه بالمطلق تمام، لكن انت لازم تاخذ السياق في الموضوع هنا الدومين انه انت تشوف انه له دخل في سعر البيت او لا، لانه مثلا انه انت ممكن تقول انه والله في علاقه بين كذا وبين كذا، انت بتحكي انه بيانات للعقارات انه حجم الغرفه مثلا، لكن انه مثلا مختلف عقارات ممكن يتغير معك سعر الارخص ان الموقع تبعه بالنسبه لحجم الغرفه ممكن يكون منطقه سعرها زهيد حتى لو غرفه معك. بس بغض النظر بغض النظر انه كل ما زاد مساحه البيت كل ما زاد سعره بالضبط. هذا شيء معروف. اذا كان مثلا الموقع تبعه مثلا زي في العاصمه ولا في لا انا بكثير انه بس انه الموقع اكثر بيت في الارياف بيت صغير ولا بيت كبير مين سعره اكثر؟ بيت كبير ماشي بيت كبير بس
بس بالنسبة للموقع للاثنين يعني ممكن تلاقي شقة صغيرة بالمدينة أغلى من فيلا مثلا في الأرياف. صحيح. ما يعني مش هيزبط مثلا ليش ما بين هذا. هو بيحكي انه نعمل concatenation between two attributes يعني انه بدي اطلع على الداتا سيت وانا اشوف انه انا والله بدي اعمل هذه مع هذه النولج لحال انه يكون معارف كامله في الداتا سيت بقول لك انه انا بس اطلع على الداتا سيت وخلص انا ما دام فاهم انه انا عندي الغرف هالقد او الحجم هالقد مع البرايس ممكن يكون في correlation زي ما بدك يكون في عندك نولج كامل غير النولج احنا قلنا النولج خلاص اوكي يعني لازم يكون عندي نولج صحيح صحيح بدك انه انت تطلع على الفيجواليزيشن وانه انت يعني يو سبيند تايم اون ذا داتا يعني اكثر بكثير من انه خلاص